يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع دايما بتكون حلقات مهمة، والنهاردة حلقة أهم بكل تأكيد، لأن هي بتسبق مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام فريق أفاق سطيف، متفوقين في القاهرة بنتيجة 4-0، لكن ده ما يقللش من أهمية هذه المباراة وصعوبتها في نفس الوقت، اللي انت بتلعب فريق كبير له كل الاحترام والتقدير هو وجماهيره ومسؤوليه بالطبع. فبالتالي مباراه مهمه جدا، ان شاء الله نكون موفقين فيها ومركزين فيها بشكل كبير، ويكون الناتج في النهايه هو تاهلنا للمباراه النهائيه لمواجهه الوداد في المغرب في ان شاء الله باذن الله نهايه هذا الشهر. فان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. عندها تفاصيل كتير اخرى بتتعلق بالالعاب المختلفه داخل القلعه الحمراء، وهنتطرق للاخبار المحليه والعالميه بكل تاكيد، لكن الاهم بصراحه بالنسبه لنا هو النادي الاهلي ومباراته اليوم. فبالتالي كواليس كتير على مدار فقرات الحلقه المختلفه. الاهم تواصل حضراتكم معنا كما هو المعتاد من خلال سؤال حلقه النهارده، وتوقعات حضراتكم لنتيجه المباراه، وكمان مين يقدر يحرز الاهداف في مباراه النهارده امام فاق سطيف اللي هتكون في تمام الساعه 9 مساء. هننتظر تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. البداية بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يواجه سطيف بالجزائر بالتوفيق يا رب. وكمان سلة الأهلي على موعد مع التتويج بدوري السوبر، إن شاء الله يفرحونا النهاردة. واخيرا في الترند العالمي، انشيلوتي يشيد بمحمد صلاح. اخبار كتير ومهمه بكل تاكيد، لكن النهارده كمان في مباريات في بطولات مختلفه، بالتحديد هم اهم ماتشين النهارده. اول ماتش نبتدي بدوري ابطال افريقيا، مباراه الاهلي وفاق سطيف. الماتش هيكون الساعه 9 بالليل، كلنا عارفين ومنتظرين ومترقبين هذه المباراه بنتيجتها، وان شاء الله بعد كده هيكون عندنا حديث كتير قوي، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا بالتاهل الاول. المباراه الثانيه هتكون في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، البطوله الاعرق والاقدم في تاريخ كره القدم، ما بين تشيلسي وليفربول. مباراه بتهمنا بكل تاكيد، دي هتكون الساعه 6 الا ربع بتوقيت القاهره. وبالمناسبه التشكيل بتاع الفرقتين نزلوا، فانا هقول لحضراتكم تشكيل ليفربول نبتدي بيه الاول. نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح، تكون بطوله تانية ليه السنه دي مع ليفربول بعد بطوله كاس الرابطه، والبطوله دي برده مهمه في اطار كمان منافسه على بطولات اخرى، بطوله الدوري الانجليزي وبطوله الشامبيونز ليج. الدوري الانجليزي بقى صعب شويه بسبب ان مانشستر سيتي متفوق بفارق 3 نقاط، وايضا عدد الاهداف اصبح وافر بالنسبه لهم، لكن الشامبيونز ليج متاح في مباراة هتكون قوية وصعبة أمام ليفربول. بالتالي تشكيل ليفربول النهاردة في مباراته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي: أليسون في حراسة المرمى، ترينت ألكسندر أرنولد في خط الدفاع، كوناتي وفيرجيل فان دايك وروبرتسون في نص الملعب، هندرسون، تياجو ألكانتارا اللي عامل موسم ممتاز جدا، نابي كايتا، وأيضا في الهجوم موجود دياز ومانيه ومحمد صلاح. إن شاء الله تكون مباراة كويسة ليفربول ومحمد يهدف كمان. تشكيل تشيلسي في حراسة المرمى: ميندي في خط الدفاع، تشالوبا وتياجو سيلفا، روديجر، ريس جيمس وكوفازيتش، جورجينيو، ألونسو، ماونت، ولوكاكو وبوليزيتش. أيضا تشكيلة قوية جدا، ومباراة هتكون طبعا مثيرة للغاية. دي مباريات اليوم، ودي كمان تشكيلات تشيلسي وليفربول للمباراة بتاعة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا كلام كتير جدا، بالتحديد هنتفرغ بشكل اكبر ونسبه اكبر لاستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه اليوم، لان ده الحدث الاهم، نتاهل وهيبقى عندنا حديث كتير جدا، لكن في بعض التصريحات اللي محتاجه مننا تعليق مؤقت هنتكلم فيه من خلال السيجمنت اللي جاي، فبالتالي استنونا. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. في خبر مفرح وصار لكل جماهير النادي الاهلي، فرقتنا رجالتنا في كره الطايره قدروا ان هم يفوزوا على فريق الجمارك النيجيري بنتيجه 3-0، ومن ثم تاهلوا مباشره للدور نصف النهائي من البطوله الافريقيه، وانتصار حلو وحاجه مفرحه للغايه. لكن الخبر صار بشكل اكبر، وهو
حصول قناة النادي الأهلي بشكل رسمي على حقوق البث للدورين، دور نصف النهائي والنهائي من هذه البطولة، من بكرة إن شاء الله هتشوفوا مباريات رجالة كرة الطائرة في النادي الأهلي من خلال شاشة قناة ناديكم. وبالمناسبة ده بعد مجهود كبير جدا قامت بيه شركة بريزنتيشن اللي بتتمثل كمان من خلال الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي وإدارة النادي الأهلي من خلال الأستاذ إيهاب الخطيب رئيس القناة. بذلوا طبعا مجهود كبير قوي والنتج عن هذا المجهود إن احنا حصلنا بشكل رسمي على حقوق البث، وايضا طبعا الاستاذ سيف الوزيري طبعا مجهود كبير جدا من كل القائمين على قناه النادي الاهلي اللي مش بيبخلوا باي مجهود او عرق من خلاله يقدروا يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي. واي حاجه هيقدر النادي الاهلي او هتقدر اداره قناه النادي الاهلي تحديدا ان هي تنفذها وتعملها عشان خاطر الجمهور هتعملها، ما تقلقوش من الجزئيه دي خالص. فمن بكره ان شاء الله باذن الله هتشوفوا مباراه نصف النهائي ما بين الاهلي وهيلاعب مين بقى، مينا دولا الكاميروني. ان شاء الله انكم موفقين نوصل المباراه النهائيه، هي كمان هتكون عندنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بشكل حصري ورسمي بعد الحصول على حق بس الدورين دول. كل الشكر كمان للاتحاد الافريقي للكره الطائره، الاتحاد الافريقي للكره الطائره، دي مهمه قوي لازم نركز في الحته دي. فده خبر مفرح، وانتصار النهارده يدينا يعني ايه نتائج ايجابيه كده، او يدينا بشرة لمباراه بالليل في كره القدم كمان ان شاء الله نكون موفقين. بمناسبه مباراه كره السله كمان النهارده عندنا مباراه من خلالها نقدر نحسم دوري السوبر المحترفين، نقدر ان احنا نكسب الاتحاد في المباراه الثالثه تكون على التوالي، فبالتالي في مجموع الاربع مباريات تبقى 6-3-1 فتاخد دوري السوبر. فان شاء الله باذن الله اخبار النهارده تكون سعيده كلها بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. طيب ده خبر حبينا نبتدي بيه مع حضراتكم هذه الفقرة. الحديث عن مباراة الأهلي ووفاق الصيف، مباراة مهمة. خلي بالك احنا ما تأهلناش، احنا كسبنا 4-0 هنا في القاهرة بنتيجة كبيرة وأداء ممتاز وحاجة ما فيش أحسن من كده، أو بصراحة في أحسن من كده، بس احنا كنا حلوين جدا، كنا حلوين جدا، ودايما احنا بنتمنى الأفضل، ودي سمة أساسية من سمات النادي الأهلي اللي بتخليه دايما أحسن وأحسن وبيخليه دايما في تطور على مختلف الأصعدة. لكن بما أننا بنتكلم على كرة القدم فبالتالي مباراة النهاردة هتكون صعبة، هتكون فيها ندية كبيرة جدا محتاجين فيها أن احنا نكون مركزين كجهاز فني ولعيبة إن شاء الله بإذن الله، ودعوات الجمهور طبعا، وأكيد الجالية المصرية أو الجماهير الأهلاوية الموجودين في الجزائر ممكن بعضهم يكون متواجد النهاردة في الاستاد ويشجعوا بكل قوة الفريق. ومهم ان احنا يكون عندنا يعني ايه يقين ان شاء الله هنتأهل، بس لحد هذه اللحظة احنا ما تأهلناش. من هذا المنطلق تقدر ان انت تعمل مباراة كبيرة تانية، تقدر ان انت بإذن الله تكسب هناك في الجزائر، ليه لا؟ فريق وفاق ستيف فريق قوي، مدرب محترم، جمهور كبير، كل حاجة هناك كويسة في الحقيقة. استقبال كان أكثر من رائع يعني، على غرار برضو استقبال كان جيد من النادي الأهلي هنا، وده أمر معتاد ما بين الأشقاء العرب في كل الدول العربية يعني. لكن في كل الأحوال مهم أوي أن أنت تقدر تعمل مباراة كبيرة تأكد من خلالها تأهلك بإذن الله تعالى للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا الناس كلها الفترة اللي فاتت، وأنا هنا بالتحديد عايز أخص الحديث عن جمهور النادي الاهلي اللي لازم نحييه كل التحيه، كل التحيه، مفيش جمهور اعظم من كده بصراحه. على مدار الايام اللي فاتت عملوا ملحمه محدش كان يتخيلها او محدش كان يتوقعها فيما يتعلق بالمباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، والازمه بتاعه الملعب النهائي بعد اعلان الاتحاد الافريقي لكره القدم بشكل رسمي تحيزه، وانا مصمم على الكلمه دي، تحيزه للوداد المغربي من خلال ان اداله التنظيم بتاع المباراه النهائيه هناك في مركب محمد الخامس. وانا اتكلمت في الجزئيه دي الاسبوع اللي فات وقلنا لو كان قبل ما القرار يطلع بساعات يعني، قلنا لو تم اصدار القرار بالاتجاه ده اذا ده تحيز رسمي ومعلن من الاتحاد الافريقي للوداد، هو اسند التنظيم للمغرب، فخلاص هما غالبا بنسبه كبيره كده الامور لحد دلوقتي مفيش اي جديد يعني. ففي كل الاحوال جمهور النادي الاهلي كان ليه دور من خلال اكتر من هاشتاج على تويتر تصدر الترند المصري والعالمي كمان، ووصلوا قد ايه للناس في العالم كلها ان في فساد في الاتحاد الافريقي.
ولاحقا باذن الله نتاهل النهارده وهنتكلم بتفاصيل اكتر في الملف ده. لكن خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي تعليق على بعض التصريحات المهمه، وعندي تعليق على مباراه الوداد مع بيترو اتلتيكو امبارح هنتكلم فيهم ونقول تفاصيل اكتر، بس بعد الفاصل استنوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد من الجزائر لنطمن، عشان نطمن من خلاله على كل الترتيبات والاستعدادات الاخيره قبل مباراه النهارده الهامه امام وفاق ستيف. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، كلنا سامعينك، عايزين نطمن خلالك على كل الاستعدادات والترتيبات الاخيره قبل مباراه اليوم الهامه امام وفاق ستيف، وايه ابرز الامور والاحداث عندك من خلال متابعتك؟ يعني نقدر نقول خلاص خطوه بسيطه جدا تفصلنا ان شاء الله عن الحلم الكبير كالعاده طبعا وهي البطوله الافريقيه والمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، جديه وحماس واصرار الحقيقه زميلي امير في خلال الايام الماضيه ومن خلال التدريبات مديانا مردود ومديانا طبعا كبير جدا ان في فصل ووعي كبير جدا عن المباراه الاولى والمباراه الثانيه، وده الاكيد اللي بيهم كل جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى حاول يطمن من خلال شاشه قناه النادي الاهلي على الحاله المعنويه لدى لعيبه النادي الاهلي. بنطمن كل جمهورنا ان شاء الله التوفيق لو معانا ان شاء الله النهارده نقدر ان احنا نحقق نتيجه كبيره كما كانت النتيجه الاولى، لان الجديه اللي احنا بناكد عليها في كل التدريبات ان شاء الله باذن الله يكون مردودها كبير جدا في 90 دقيقه مليئه باكيد بجمهور وفاق ستيف، مليئه طبعا بالضغط العادي للمباراه. لكن النادي الاهلي وبيتسو موسيماني كعادته طبعا المدير الفني ومجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب الكل طبعا بياكد على هذا الامر، مباراه جديده بنتيجه جديده بدوافع جديده، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كالعاده طبعا يا امير متواجدين مع بعثه الفريق للنادي الاهلي في فندق الاقامه، اقدر اقول لك في هذه اللحظات هي المحاضره الفنيه الاخيره لبيتسو موسيماني ولاعبي النادي الاهلي كالعاده طبعا لوضع الرتوش والتشكيل وكل الامور الخاصه طبعا وثغرات ونقاط القوه والضعف لفريق وفاق ستيف. تدريب الامس كان جيد جدا الحقيقه، وبان التحدي الكبير وبانت الرغبه الكبيره جدا مع لاعبي النادي الاهلي. 6 مساء بتوقيت الجزائر نتوجه مباشره الى ملعب 5 جويليه طبعا ليستقبل المباراه في 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهرة. الأمور طيبة جدا حتى هذه اللحظة، لكن إن شاء الله لسه كمان منتظرين تحركنا من فندق الإقامة، الطريق الأمور دي كلها وجودنا دخولنا الأماكن الخاصة طبعا بلاعبي النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كمان يعني من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلالك أمير إن شاء الله بإذن الله نطمن كل جمهورنا حتى موعد المباراة بالجاهزية الخاصة للملعب ومدى أيضا كمان استعداد فريق النادي الأهلي لهذه المباراة. ان شاء الله يا كريم. انا عايز اطمن من خلالك على 2 من لعيبه النادي الاهلي، عايز اطمن على محمد عبد المنعم الراجل لسه راجع من الاصابه مدى جاهزيته لمباراه اليوم، وعايز اطمن على حمدي فتحي ومدى ايضا جاهزيته لمباراه اليوم بعد ما عرفنا ان كان عنده شكوى من الام في الحوض يعني. فالاثنين جاهزين للمباراه النهارده ولا الامور ماشيه ازاي؟ يعني طبعا حمدي فتحي هبدا معاك فيه في البدايه. جاهزيه حمدي فتحي يمكن اعلنت امس بالنسبه للتدريب الاداء كامل بكل جديه وبكل قوه. حمدي فتحي من اللعيبه المقاتلين الحقيقه واللعيبه اللي رجاله بيتحامل على نفسه بشكل كبير جدا، لان قيمه النادي الاهلي كبيره مهما كان الضغط ومهما كانت التحديات، لكن هم دول رجاله النادي الاهلي اللي احنا بنراهن عليهم. حمدي فتحي بيعلن جاهزيته بكل قوه ان شاء الله لهذه المباراه، الدفع من عدو ان هو يكون متواجد في التشكيل هي كالعاده طبعا رؤيه فنيه لبيتسو موسيماني. على الجانب الاخر منعم بيؤدي اداء على اعلى مستوى الحقيقه منذ وصول هنا الى الجزائر من اول تدريب الحقيقه، جاهز بشكل كبير جدا، عنده تحدي كبير، ومن الواضح كمان يا امير طبعا ان هو ممكن يكون متواجد بنسبه كبيره جدا في التشكيل الاساسي اللي هيخوض بيه بيتسو موسيماني هذه المباراه. الكل جاهز والتضحيات موجوده والرغبه موجوده زي ما بقول لك يا امير، هي بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى لو معانا ان شاء الله في هذه المباراه الامور هتكون سهله بشكل كبير جدا للنادي الاهلي مع الاستعدادات الحقيقه اللي احنا شايفينها ولمسينها منذ اول يوم هنا لينا في الجزائر. يا رب ان شاء الله بعد دعواتك ودعوات كل جمهورنا المنتظر اكيد هذه المباراه تكون نتيجه ايجابيه وتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ولا المباراه النهائيه بقى ان شاء الله يكون ليها حسابات عديده جدا بقى مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع لاعبينا ومع الجهاز الفني. طيب كريم، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري لهذه المباراه، من المتوقع مثلا ومن خلال تواجدك هناك في الجزائر العدد اللي ممكن يحضر من جماهير وفاق ستيف، وايضا العدد اللي ممكن يحضر من الجاليه المصريه الاهلاويه اللي ممكن تكون حابه ان هي تساند وتدعم النادي الاهلي في مباراه اليوم؟
يعني الامور الخاصه طبعا بالدخول الجماهير الخاصه بفريق النادي الاهلي والجانب الاخر يعني المعامله بالمثل زميلي امير. النادي الاهلي في مصر كان خصص 350 تذكره طبعا لاشقائنا الجزائريين وتحديدا مشجعي نادي وفاق سطيف، فالمعامله بالمثل مخصص 350 مقعد لجمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر انت عارف يا امير احنا مش متواجدين في سطيف، لو الامور كانت في سطيف كنت اقدر اقول لك ان الاستاد هيكون ممتلئ على الاخر. المتواجدين طبعا في منطقه في العاصمه اسمها استواليد يمكن مليئه طبعا بمحبي نادي وفاق سطيف، لكن مش زي ما يكون المكان في سطيف كنت ممكن اقدر اقول لك ان الاستاد هيكون مكتمل على الاخر. لا احنا لكن انت عارف امير طبعا مهما كان العدد ومهما كانت التحديات نادي الاهلي ممكن الجمهور يكون ليه ايجابي بشكل كبير جدا. الجمهور المنافس نادي الاهلي قيمته كبيره ولعب في اجواء اكتر من كده، والهدف وحيد هو ان شاء الله باذن الله ان احنا نصعد هذه المباراه تحت اي ظرف وتحت اي بند. وكمان يمكن الكابتن سعد عبد الحفيظ اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما اختم معاك زميل امير، عايزين نكمل 11 وده يمكن نقطه مهمه جدا ان احنا مش عايزين نفقد اي حد في هذه المباراه، فلابد يكون في حرص كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي عدم الاعتراض على التحكيم. فيا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مستوعبه بشكل كبير جدا تعليمات موسيماني، وايضا كمان تكون الامور بالنسبه لهم طيبه جدا ويكون يوم كل لاعب النهارده في هذه المباراه. طيب كريم انا عارف ان خلاص يعني طبعا التركيز كله في مباراه النهارده وهي الاهم وهي اللي ان شاء الله تاهلنا للمباراه النهائيه، لكن امبارح كان في مباراه اخرى اكيد برضو بتهمنا بما اننا يعني ايه بننافس على نفس البطوله هي مباراه الوداد وبيترو اتلتيكو. هل كان في متابعه من الجهاز الفني تحديدا انا بتكلم عن الجهاز الفني لهذه المباراه، ولا تم ارجاء متابعه هذه المباراه من خلال الفيديوهات بعد الانتهاء من مباراه اليوم؟ هي نقطة مهمة جدا الحقيقة زميلي أمير، لكن بأكد لك إن موعد المباراة طبعا مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو كان موعد تدريب للنادي الأهلي، فيمكن بالتأكيد كانت الأمور طبعا كلها خاصة بالتركيز وخاصة بالجرعة التدريبية وال 60 دقيقة اللي كانت طبعا متاحة لفريق النادي الأهلي اللي أنت عارف التدريب الأخيرة، لكن بيترو موسيماني محضر بشكل كبير جدا على الجانبين. أنت عارف النتيجة الأولى كانت ليها انطباع كبير جدا إن الوداد هو اللي هيصل للمباراة النهائية، لكن الأمور إن شاء الله بإذن الله نحسم بس الخطوة دي، ودي خطوة مهمة جدا، وبعد الخطوة دي هيكون في أمور عديدة جدا. وزي ما اكدت لك يا امير الامور كلها تكون خاصه بمجلس اداره النادي الاهلي، خاصه ايضا كمان بالجهاز الفني باللاعبين، نعدي الخطوه دي ان شاء الله. وفي انتظار الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله غدا صباحا زي ما اعلن الكابتن محمود الخطيب لقرار مهم جدا ان شاء الله منتظرينه من مجلس اداره النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد موفد قناه النادي الاهلي بالجزائر مع بعثه الفريق، قال لنا كل التفاصيل وبصراحه الراجل قال كل حاجه جمهور النادي الاهلي عايز يعرفها قبل مباراه النهارده. نتمنى له يا رب العوده بالسلامه هو والبعثه بالكامل معاهم بطاقه التاهل للمباراه النهائيه عشان نتفرغ للتركيز في مباريات الدوري، لان برضو دي جزئيه مهمه جدا، وبعد كده ما يجي وقت المباراه النهائيه ان شاء الله نكون متاهلين نتكلم فيها براحتنا. نشكر كريم شكرا جزيلا. انا عندي بقى ايه تعليق على كام حاجه. امبارح كانت مباراه الوداد مع بيترو اتلتيكو، بصراحه بيترو اتلتيكو قطعوا الوداد، قطعوا الوداد، مش بهزر، اللي اتفرج على الماتش هيعرف كده. الوداد تقريبا راح بكوره او كورتين، واحده جاب منهم هدف من ضربه ركنيه يعني كره ثابته. فيما عدا ذلك بيترو اتلتيكو عملوا يعني محاولات كتير جدا على المرمى، كرات في العارضه، شغل كان كويس جدا. في كره في نهايه الشوط الاول كانت النتيجه 1-1 وهم تقدموا بالمناسبه، في كره في نهايه الشوط الاول لو كانت جت هدف كانت المباراه دي اتقلبت، كانت النتيجه هتبقى 2-1، الشوط الثاني كان يعني فريق الوداد هيبقى على اعصابه اكتر من كده. جمهور الوداد طبعا جمهور كبير، جمهور محترم، كان موجود وبيأزر فرقته بمنتهى القوه يعني. لكن في كل الاحوال انا عندي للاسف استغراب من افضل حكم في القاره الافريقيه، هو فيكتور جوميز افضل حكم في القاره الافريقيه، ما حدش يختلف على كده. وهنا التساؤل برضه هو ليه اصلا حكم المباراه دي، يعني افضل حكم ده المفروض يتحط في المباراه النهائيه، لكن ما علينا، هنتكلم في وقته، في وقته كل حاجه هنتكلم عليها في وقتها. لكن في نفس الوقت الراجل امبارح تغاضى عن انذار تاني للاعب يحيى عطية الله، يديله كارت احمر ويبعده عن المباراه النهائيه. كان واخد انذار وبعدين الكره جت في ايده، مش جت بايده بقى بدون قصد، لا ده هو لعبها بايده. يعني انا دلوقتي ما عندناش الحقوق ان احنا ايه نعرض لكم اللقطه طبيعي، لكن انا جايب لكم صوره اهي. الراجل لعب الكره بايده كده رقم 14 ده، وفيكتور جوميز اكتفى بس رغم وجود الفار خلي بالك، اكتفى ان هو يروح يتكلم معاه شويه. خدوا كده قال له ايه اللي انت بتعمله، لا بلاش بقى هطردك، احنا في مباراه نهائيه على ملعبكم. يعني حاجه غريبه قوي، حتى انت يا جوميز، حتى انت. الموضوع بصراحه مش عارف، ما عنديش اي تعليق اقوله غير ان ممكن يكون مش ممكن يعني التواطؤ
بنسبة كبيرة موجود من الاتحاد الأفريقي بالكامل لصالح توجه معين. وأنا هتكلم بتصريحات وبمواقف مهمة جدا وأشياء موثقة، يعني لأنه برضو احنا دايما بنحب نتكلم في الأمور من هذا المنطلق يعني. لكن حتى فيكتور جوميز يغلط غلطة زي دي، مش غلطة، هي مش غلطة، هي مش محتاجة، هي إنذار تاني في طرد ما فيهاش، ما تحاولش تفكر. إيه اللي خلاه ما يطلعش إنذار التاني؟ أنا مستغرب جدا بصراحة. في المقابل امبارح برضو بالليل مع الكابتن أحمد شوبير في البرنامج بتاعه كان في بعض التصريحات من مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبصراحة هي تصريحات كلها متناقضة، كامل احترام الراجل على المستوى الشخصي، لكن تصريحات متناقضة وتصريحات بعضها مضحك، والله مضحك برضو من غير مبالغة. فأنا هعرض لحضراتكم بعد هذه التصريحات ونعلق عليها. احنا هنا بنعلق بقى بخلاف المباراة النهائية، بخلاف ايه اللي هيحصل، لسه عندنا ماتش النهاردة ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه وبعد كده نتأهل، لكن في حاجات ما ينفعش تستنى، في حاجات لازم تعلق عليها زي التصريحات اللي حضراتكم بتقروها دي. قال لك تقدمت 4 دول قبل غلق التصويت وهما نيجيريا وجنوب افريقيا، بص ركز معايا بقى، نيجيريا وجنوب افريقيا والمغرب والسنغال. نيجيريا وجنوب افريقيا لم يكن لديهم مراعاه كل الشروط المطلوبه. انا نفسي افهم حضرتك ايه هي الشروط المطلوبه، ما تعلنوا عنها. يعني حتى الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ما فيهوش اي شروط او لوائح واضحه او معلنه بخصوص مين يا جماعه اللي عايز يستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا او كونفدراليه، وبناء عليه لازم يتوفر عنده الشروط دي. مفيش اي حاجه من هذا المنطلق في الاتحاد الافريقي على الموقع الرسمي يعني. وبعدين هنا التساؤل، يعني جنوب افريقيا الدوله اللي نظمت كاس العالم، اكبر محفل عالمي في كره القدم، هي نظمته، ما عندهاش الشروط بتاعت انها تنظم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ برضو حاجه غريبه، كلام غريب جدا. كمل، قال لك وكان هناك منافسة بين الاتحادين السنغالي والمغربي وبعد ذلك انسحبت السنغال. هل يا جماعة في أي إعلان رسمي بانسحاب السنغال؟ ها، في؟ مفيش أي حاجة. طب كمل، وبالتالي لم يكن أمامنا سوى المغرب لأنها الدولة التي توقت لاستضافة المباراة. هو مين اللي خلى المغرب هي اللي توقت لاستضافة المباراة؟ هو الاتحاد الأفريقي؟ هل في تصويت حصل في الاتحاد الأفريقي بخصوص السنغال ولا المغرب؟ ما حصلش، والكلام المعلن ده غير حقيقي، بدليل ان مفيش اي اعلان رسمي خرج من الاتحاد الافريقي بخصوص التصويت ده او بخصوص ان اصلا هيحصل تصويت. فحاجه غريبه. من ضمن التصريحات برضو بصراحه اللي الراجل قالها، لان تصريحات برضو يعني غريبه شويه، لما قال لك ايه كابتن احمد شوبير راجل اعلامي مهني كبير، ساله سؤال، قال له طب انتوا دلوقتي قلتوا ان نيجيريا يعني ما عندهاش الشروط انها تستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا، ازاي قدرت ان هي تستضيف نهائي الكونفدراليه؟ فالراجل راح رادد قال له لا، اصل الشروط بتاعه دوري ابطال افريقيا مختلفه عن الشروط بتاعه الكونفدراليه. طب يعني الواحد يرد يقول ايه؟ يعني هل احنا في دوري ابطال افريقيا بنلعب كره قدم والناس في الكونفدراليه بيلعبوا هوكي؟ يعني ايه هي الشروط المختلفة من هنا لهنا؟ يعني ايه الفرق؟ ما هما بطولتين في نفس القارة، بفرق من داخل نفس القارة، باتحاد قاري واحد، بيديروا نفس الناس، كل حاجة، باتحادات أهلية هي المشاركة في هذه البطولة الكونفدرالية، هم اللي بيشاركوا في دوري أبطال أفريقيا. فايه هي الشروط؟ يعني أنا برضو عايز أفهم ايه هي الشروط المختلفة ما بين دوري أبطال أفريقيا والكونفدراليه. فبرضو اجابات غريبه. وانا في الحقيقه انا شايف هو الراجل له كل التقدير والاحترام، اللي هو الراجل مدير الاعلام بالاتحاد الافريقي، لكن انا حاسس ان هو نفسه مش ملم باللوائح بتاعه المسابقات وبالشروط اللي هو بيتكلم عنها يعني. فحاجه غريبه، كلها تساؤلات، يعني ايه تخليه ان احنا نستنتج اجابات ملهاش بديل. ايه هي الاجابات؟ ان في يعني تواطؤ بشكل او باخر بصراحه يعني. فدي من ضمن الحاجات الغريبه. في برضو حاجه يعني برضو عايز اعلق عليها سريعا، او مش علق عليها دلوقتي، هي تصريحات المدير الفني لفريق الوداد وليد الركراكي،
امبارح بعد الماتش قال احنا تأهلنا من خلال بيترو اتلتيكو، بيترو اتلتيكو ده لو كان لاعب الاهلي او فاكس ستيف كان تأهل بسهوله. احنا مش هنرد على التصريحات دي، انا مبسوط بيها جدا جدا، يعني انا مبسوط بالتصريحات دي قوي وبتفائل بيها بشكل كبير، بس احنا مش هنرد عليها غير لما نتأهل باذن الله للنهائي، والرد هيكون في الوقت المناسب بالطريقه المناسبه. يعني هروح فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنى اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف الحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا قالت ايه على النادي الاهلي، ونبتدي بحساب يلا كوره واللي قال او بيتوقع تشكيل الاهلي لمواجهه وفاق ستيف النهارده. في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، محمد هاني وعلي معلول، في نص الملعب حمدي فتحي بعد تاكد جاهزيته، وايضا اليو ديانج واحمد عبد القادر. في الخط الامامي كل من طاهر محمد طاهر اللي عمل مباراه كبيره جدا المباراه اللي فاتت، وحسين شحات، وايضا بيرسي تاو نجم المباراه الاول المباراه السابقه. طبعا ده كان توقع يلا كوره، لكن في توقع مختلف من كوره بلس وهو بيتعلق بتشكيل النادي الاهلي ايضا. قال لك في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، في نص الملعب اليو ديانج افشه واحمد عبد القادر، وفي الهجوم حسين شحات وطاهر وبيرسي تاو. ايا كان مين اللي هيلعب ان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه اليوم، لان برضو خلينا ناكد تاني هي مباراه غايه في الصعوبه. فريق فاكس ستيف مش باكي على اي حاجه، يعني الناس هينزلوا عايزين يعوضوا فرق الاهداف، يعني فماتش من هنا هيكون صعب قوي. تاريخ مواجهات الاهلي امام فاكس ستيف ده من يوم السبت، حسابهم الرسمي على فيسبوك قالوا ان اتلعبت 6 مباريات ما بين الفرقتين، الاهلي او فاكس ستيف فاز في مباراتين، الاهلي فاز في 3، التعادل كان حاضر في مباراه واحده، وفاكس ستيف سجل في شباك الاهلي 5، في المقابل الاهلي سجل في شباك وفاكس ستيف 10 اهداف. اول مباراه خساره الاهلي 2-0، اخر مباراه فوز الاهلي 4-0. طيب نروح لسبورت 360 على تويتر، حسابهم بيقولوا ان 22 مباراه لبيرسي تاو مع الاهلي، قدر ان هو يحرز من خلالهم 8 اهداف وعمل 4 اسيستات. ف يعني مستوى، هما هنا بيتسالوا على تقييم كل مستوى بيرسي تاو. لو انا مثلا هرد، انا شايف ان الراجل مستواه جيد، او هو اصلا لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، لكن بعض الفترات في الموسم ما كانش موفق، لكن مؤخرا ابتدى يستعيد نسبه كبيره جدا من مستواه، وان شاء الله عنده افضل من كده كمان بكتير، ويرجح كفه الاهلي باذن الله تعالى في مناسبات عديده مقبله. من كرة القدم خلينا نروح للهاندبول، لأن برضو عندنا مباريات مهمة جدا في كأس الكؤوس أبطال السوبر الإفريقي. نادي الأهلي قدر إن هو يفوز على فريق نيامي بنتيجة 44-18، بالتالي وصلوا لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. إن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق رجالة مع مدير فني جديد. الماتش يوم الثلاث إن شاء الله بإذن الله نفرح بالتأهل كمان للمباراة النهائية، مش بس كده بالبطولة، لأن خلاص يعني سقف الطموحات مع المجموعه دي زاد بعد ما في فترات ما كناش موفقين فيها بشكل كبير وما نفوزش ببطولات مهمه في كره اليد، لكن مؤخرا كاس السوبر تدي دفعه قويه جدا للفريق. طيب كمان كره الطايره دي نتيجه قبل ما تخلص، يعني خبر قبل ما المباراه تخلص، احنا قلنا خلاص ان احنا كسبناهم، كسبنا فريق الجمارك النيجيري بنتيجه كبيره، وتاهلنا كمان لنصف النهائي. وقلنا لحضراتكم خبر مهم كمان ان قناه النادي الاهلي حصلت على حقوق البث لمباراه نصف النهائي والنهائي ان شاء الله من البطوله الافريقيه للانديه لكره الطايره رجال. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق، ومن خلال شاشه القناه نفرح كمان بالفوز بهذه البطوله، لان عندنا مجموعه كويسه في الكره الطايره من اللعيبه الرجاله في الحقيقه. طيب من الطايره للباسكت، النهارده مباراه مهمه جدا ومصيريه، ومباراه من خلالها تقدر ان انت تفوز بدوري السوبر. النهارده النهائي او طبعا منافسات نهائي دوري السوبر، النهارده المباراه الرابعه على صاله الكابتن حسن مصطفى. لعبنا 3 مباريات سابقه، الاتحاد فاز في اول مباراه، وبعدين احنا في المباراه الثانيه والثالثه كسبنا، ناقص لنا مباراه عشان ناكد انتصارنا وبالتالي نفوز بالبطوله. فان شاء الله باذن الله المباراه النهارده كمان بالمناسبه على شاشه قناه النادي الاهلي، اعتقد متذاعه صح يا جماعه، مباراه هتكون قويه الساعه 8:30 ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. متذاعه على قناه النادي الاهلي.
فيعني تحديات عديده لمختلف الفرق داخل القلعه الحمراء. ان شاء الله نكون كل التحديات دي موفقين فيها ونفرح كلنا بانتصارات مختلفه. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا طيب، تعالوا نروح شويه للاخبار العالميه من خلال الترند العالمي ونتكلم في بعض هذه الاخبار. نبتدي بتصريحات لكارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من خلال حساب سبورت 360 على تويتر، واللي قال ان محمد صلاح صرح من يومين وقال ان هو الافضل في العالم في مركزه. اعتقد انه على حق وانا اتفق معه، نعم في مركزه هو الافضل. دي تصريحات كارلو انشيلوتي، ودي صوره سابقه لي مع صلاح. كان انشيلوتي ساعتها متولي تدريب فريق نابولي الايطالي، وكان صلاح جاب هدف في هذه المباراه في الانفيلد، فبالتالي الراجل مقتنع جدا بصلاح، حتى طلب ساعتها التيشيرت بتاع صلاح بعد المباراه وصلاح لبى طلبه يعني. فما اعتقدش ان في اتنين يختلفوا في العالم ان صلاح فعلا هو الافضل في مركزه. ممكن الناس تختلف شويه دلوقتي تقول لك مين افضل لعيب في العالم، حد يقول لك بنزيما، حد يقول لك صلاح، حد يقول لك امبابي، يعني الكلام كده يعني. لكن في مركزه كوينج رايت لا، ما اعتقدش في حد زي صلاح في العالم كله. كوره 11 وتصريحاتهم او بوست ليهم على تويتر، وقالوا الغموض يزداد حول موقف تجديد الملك المصري مع الريدز، تقارير تكشف بالتفصيل عن نقاط الخلاف في اخر مفاوضات بين الفرعون واداره الريدز. قالوا ان قالوا ان ليفربول عايزين يدوا صلاح عقد لمده 4 سنوات يستمر حتى يونيو 26 رغم اقتراب الفرعون المصري من عامه ال30 يعني. وكشف ايضا ان صفقه تجديد النجم المصري مع ليفربول من المتوقع ان تصل قيمتها الى اكثر من 80 مليون جنيه استرليني، وهو الامر الذي من شانه وضع اللاعب في قائمه الاعلى اجرا داخل كره القدم العالميه. يعني في غموض شويه في موضوع المفاوضات. صلاح في اكتر من مره قال الناس عارفه انا عايز ايه كويس، الناس احنا مش عارفين كجمهور، لكن اداره ليفربول هي اللي عارفه. لكن حتى الان مفيش اي جديد بيخص ملف التجديد بتاع محمد صلاح مع ليفربول. ناس كتير بتتمنى ان صلاح يكمل، خصوصا ان هو ماشي بشكل كويس جدا على مدار 5 سنوات. ناس كتير بتقول ان لازم صلاح يروح برشلونه او ريال مدريد. هنشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه. طيب، حساب كوره بلس على تويتر قالوا هدف خاص ينتظر محمد صلاح في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، وبيتكلموا على ان من خلال مواجهه اليوم في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي ومن خلال العوده الى التسجيل مره اخرى، محمد صلاح لو احرز هدف فبالتالي يديله يعني معنويات مرتفعه بشكل اكبر. بقى له 4 ماتشات متتاليه ما بيهدفش، سواء امام ايفرتون في الدوري ونيوكاسل ثم توتنهام واستون فيلا، رغم ان استون فيلا لعب يعني تقريبا اخر ربع ساعه، لم ينجح صلاح في التسجيل في اخر 4 مباريات. بالتالي مباراه اليوم يستهدف صلاح من خلالها العوده الى التسجيل مره اخرى وهز شباك الخصم، خاصه في ظل حاجه ليفربول لان يكون صلاح طبعا احد ابرز النجوم، يكون في قمه مستواه وعطائه في مباراه اليوم عشان يقدروا ان هم يفوزوا ببطوله ثانيه ليهم هذا الموسم. محمد صلاح لعب كم ماتش حتى الان مع ليفربول السنه دي؟ لعب 48 ماتش، سجل 30 هدف وصنع 16 هدف. ارقام بصراحه كبيره يعني. في الجول وبيتكلموا حسامهم على تويتر، اخر مره توج فيها ليفربول كاس الاتحاد الانجليزي كانت في عام 2006 امام ويستهام، وانتهت المباراه بركلات الترجيح. اخر مره توج تشيلسي بكاس الاتحاد الانجليزي كانت في عام 2018 امام مانشستر يونايتد، وانتهت المباراه بهدف دون رد سجله ايدن هازارد. من يحسم موقعات الليله، المباراه خلاص تنطلق في هذه اللحظات. كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح. لكن في المقابل من خلال كوره بلس نجمنا المصري الاخر تريزيجيه، واللي بيقول او من خلال تقارير يعني ان مدرب باشكتاش اللي هو احد اكبر انديه في تركيا يطلب ضم تريزيجيه. احنا عارفين تريزيجيه في اعاره لباشاك شهير التركي من استون فيلا، كلام على ان استون فيلا يعني ممكن السنه بدايه الموسم ما يكونوش في حاجه لتريزيجيه قوي، فبالتالي في عروض كتير جدا جت للاعب ابرزهم باشكتاش. هنشوف قرار تريزيجيه هيكون ايه. وفي الحقيقه تريزيجيه من نفسه بياخد قرارات مميزه، وعارف كويس قوي الخطوات اللي بياخدها واللي من خلالها يقدر ان هو يوصل لدرجات اعلى في كرة القدم. طيب، خلينا نروح لحساب ESPN على تويتر، واللي بيتكلموا على ان كريستيانو عايز ياخد بطولات مع إريك تنهاج،
وان عنده امال كبيره جدا في تواجد المدير الفني. وهو واضح ان كان في تصريحات يعني مميزه من كريستيانو رونالدو امبارح في اتجاه تنهاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد. وانا في اعتقادي الشخصي ان طالما التصريحات دي خرجت من كريستيانو رونالدو دي معناها ان كريستيانو مكمل، ومعناها ان إيريك تنهاج عايز كريستيانو يكمل. فالتصريحات كلها ايجابيه، بيقول ان احنا بنامل ان احنا معاه نقدر نفوز بالبطولات، وخلينا نعتقد في ذلك. يعني دي كانت تصريحات رونالدو، وده كمان كان الترند العالمي. خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وتوقعاتكم لنتيجه مباراه اليوم امام وفاق ستيف والتشكيل كمان. فوزي قال الشناوي محمد هاني وعبد المنعم وياسر ومعلول وديانج وحمدي فتحي وقفشه والشحات وعبد القادر وتاو. كمان بدر الشعراوي قال شناوي ايمن ياسر هاني معلول قفشه ديانج عبد القادر طاهر تاو حسين الشحات، والتعادل هيكون 1-1. ماشي. خلينا كمان ناخد نجلاء فتحي قالت اعتقد نفس تشكيل المباراه السابقه او بتعديل بسيط، شريف مكان طاهر، بامر الله هنفوز 2-0 يا ريت باذن الله يا نجلاء. محمود المعتز بالله مصطفى قال ان شاء الله 5-0 لزعيم القاره الافريقيه 11 يا اهلي. يعني دي كانت ابرز التعليقات من حضراتكم عن مباراه اليوم. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نفوز في مباراه اليوم، او يكون المجموع هو التاهل وده الاهم للمباراه النهائيه عشان نكمل مشوارنا في طريق الفوز بالبطوله رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي والثالثه على التوالي، عشان يبقى انجاز غير مسبوق في القاره الافريقيه. كل التوفيق لرجاله النادي الاهلي ان شاء الله النهارده. دي كانت حلقتنا من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.